السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في القناة اللواحة. Welcome to the channel. تجدون في القناة قواعد النحو، حوار، خطابة، أشعار، أدب، أزحوكات، حكايات، مقالات، تعبيرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هيا نبدأ الدرس. الدرس 139. عنوان درس اليوم: فصل الشتاء. يبدأ فصل الشتاء من ديسمبر وينتهي في مارس. أنا أحب فصل الشتاء لأنني أحب البرد وتساقط الثلج، لا سيما العطلة الشتوية والذهاب مع الأصدقاء إلى المناطق الثلجية والتزلق على الثلج ورمي كرات الثلج، وأحتفل بشرب القهوة والحساء والبن للتدفئة، وآكل البيضة والسمكة والمكثرات مثل الجاوز والفستق واللاوس، وألبس الملابس الغليظة. يبدأ starts فصل الشتاء winter، ينتهي ends أحب I love البرد cold، تساقط الثلج snowfall، لا سيما especially العطلة الشتوية winter vacation، الذهاب going مع الأصدقاء with friends، المناطق الثلجية snow areas، التزلق sliding، رمي كرات الثلج throwing snowballs، أحتفل I celebrate، شرب drinking، القهوة قهوة، الحساء soup، البن coffee، للتدفئة to keep warm، آكل I eat، البيضة egg، السمكة fish، المكسرات nuts، الجوز walnuts، الفستق pistachio، اللوز almonds، ألبس I wear، الملابس الغليظة thick clothing. أرجو منكم المشاركة في القناة والضغط على زر الإعجاب والنشر إلى الآخرين، وداعاً.